شكرا. الكل يتساءل، أظن، على تواجد لافتة المعطلين داخل القاعة. أظن السؤال كيتسألوا فيه أغلبية معارضة اللي حاضرين في القاعة ضد الطعطا. إذا كانوا المنتخبين تاعنا المدينة تنتخبوا من أجل حمل هموم تاع ولاد الشعب، وحتى هذا الشريحة من المجتمع من ولاد الشعب حتى هي كتضمن واحد الملف اللي هو ملف أساسي، يعني خاص يتدرج في جدول الأعمال من الأولويات، لأن التشغيل هو اللي كيحفظ كرامة المواطن، أي مواطن ومواطنة، والتشغيل هو اللي كيهز الاقتصاد ديال البلاد، هو اللي كيهز الاقتصاد ديال هذه المدينة. وإلا كانت ما تدرجاتش نقطة ديال الجمعية المعطلين، هذا هو سبب التواجد ديال الجمعية الوطنية هنايا. ونقطة ثانية، ما بغيناش نهزو شعارات ولا نشوشو على شي واحد ولا نخدمو ضد شي واحد، إلا أنه جينا نوصلو الرسالة ديالنا بوضوح. ديال المعطلين اللي درنا معاهم الكونترا راهم خدامين، وراه واحد المجموعة ديال الأكشاك اللي تعطات في إطار اتفاق، راه هادشي اللي كنقدو عليه، راه الحكومة هي اللي كتسير. وغنعطي الكلمة للأخ سليمان زوما، تفضل.